السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب شرف استماعكم. طلع كيلر اليوم يجي لكم توب 10 الاسبوع السابع، اتمنى يجيكم ارضاكم. صورت سبع لقطات من اي دي اللي انا ادخله عشان اصور لكم، بس اعتذر اني ما رحت كنت 9 ولا 7، لانه والله الصراحه انا دخلت كنت 8 وكنت 9 و7 كان عند اخوي في الملحق. انا لكم الصراحه اخوي عند اخوي في الملحق، وتعجزتني انزل واجيب ما ادري ايش. قلت خلني اخذ الاسبوع هذا راح اخليه بس كنت 8، بس تفاجأت ان لقيت رسائل، عندي رسائل في اليوتيوب لقيت كنت 7، فقلت خلني اخذ لقطتين من كنت 7، وان شاء الله المره الجايه راح اخذ من كنت 8 ومن كنت 7 ومن كنت 9. بس اتمنى تكتبون بالثيتر حقكم اللي في حقين كنت 8 وكنت 7، اتوقع يقدرون يكتبون بالثيتر حقهم توب 10 تي اكس كي على اللقطه اللي يبغوني اخذها، عشان ادري اني بعضهم ارسلوا لي انا دخلت كذا واخذتها عجبتني واخذتها، عشان كذا يعني اقول لكم. واشكر اشكر اشكر اللي سوى لي الانترو، والله ما قصر، سوى لي الانترو، سوى لي باك جراوند، سوى لي باك جراوند القديم، سوى لي كل شيء، ما قصر معي. راح تشوفون رابط قناته بالدسكربشن، اتمنى تدعمونا اشتراكي لايك كل شيء، اتمنى كل اللي يسوون لايك هنا راح تدعمونا. ويلا خلونا نبدا مع التوب 10 بسم الله. ومعنا في المركز العاشر، من هو معنا المركز العاشر؟ ابو سعد يفك الفراق، يرميه، ينتظر، ينتف وجيههم، جاب أربعة ملتي. يا أخي أنت بطل، والله بطل، شوف كيف دروك يجمعوا. ومعنا في المركز التاسع، أنا كني أعرفه، إكسريت 9، يقنص على الجهة اللي يبغاها، ثم يطلع الجافلن، يقنص الجافلن، قال طيطيطيطن، طرقها، يلعب كان يلعب دوميليشن، فتحس أنه واثق، قاعد فوق، قاعد يدور، ينتظر، يفكر، يشوف، إيش يسوي، وجاب 5. يا أخي أقسم بالله أنك بطل يا شيخ، يا أخي بطل. ومعنا بالمركز الثامن، منو هذا؟ يرمي سي فور، ما جاب احد، شو يسوي؟ يمشي يمشي، جاب دبل، ثم جاب دبل، يعني 4 صاروا، اوكي صاروا ملتكل الحين، ثم هي قاعد يعشي كذا، قاعد يدور، اسمه مودكس جوست، اسمين ما قلت اسمك، ثم يجيب الخامس ويجيب السادس، ثم تجي هذه النشبه دي فين طش مات. ومعنا بالمركز السابع، مين معنا المركز السابع يا كينج؟ مين؟ فهد ايج، يدرع بسيشن دستروي، كان يلعب ام بي 5 كود 7، يذبح الاول، يذبح الثاني، الثالث، الحين صار 3، جاب لك بيرد بسيشن دستروي، والرابع يا بطل، والخامس وين؟ الخامس وين؟ جاب كوبرا، شو سوبر جنر، خمسه بسيشن دستروي، يا اخي بطل، والله انك كينج يا شيخ. ومعنا في المركز السادس، هذا راي سنابر محترف، ذاب جاب الاول، اسمه الهاجر النادر، جاب 3 الحين الثالث، يا اخي يا سلام مبدع، مع ان السنابر كود 7 ذا يرفع ضغطي، بس جاب 3 الحين. اوكي ثم يدرع، جاب الرابع، وينك الرابع؟ بطل، والخامس والسادس ياخذها حشرهم بالسنايبر ذا، ايش يبي بعد؟ والثامن، اوكي اتوقع انه جاب، مو 7 و8 والله واحده منها، وجاب التاسع، هذا التاسع بس انتهت اللقطه. ومعنا في المركز الخامس، من المحترف معنا المركز الخامس؟ هذا ابو مالك 20، كان يلعب سنس روي، يرمي الجافلن، ينتظر، يشوف كم بجيب، ملتي يا كبير، شفت كيف عرفتها قبل ما تجي؟ ملتي يا كبير، والله مبدع، وسيشن دستروي بكم؟ 20 ثانية، يوم اشوف اللقطة استغربت يا ابوي، اسرع راوند. ومعنا في المركز الرابع، مين يا اخي انت؟ انت مين انت؟ هذا كينج دارك 11، خوي ذا في السوني، بس والله مبدع، شوف كم جاب؟ 1 2 3 4 5 6، ستة هو بالحالة، حاشرهم كذا هو بالحالة، ما في حشر، ما في تعزيز، لا هو بالحالة. ومعنا في المركز الثالث جيجي 1800، هذا ذبح الاول، اوكي درعم سلاحه، انا لك عليه اشوفه كذا، ما ادري ايش فيه كذا، حاط الحين طلع الشتقن كذا، يدرعم، رمى السي 4، جاب 4، ذبح 5 الحين، ذبح 6، اوكي راح يزبق شيء، يقول بطلع البريدستور مستر، خلينا نشوف الشيء، شوف كم تجيب لي، غير اني جبت ملتي وجبت ذا، خلني اطلع الصاروخ، كم بجيب؟ تربل يا اخي، يا مبدع والله، مبدع يا جيجي. ومعنا في المركز الثاني، المركز الثاني الاول انا مختلف عنهم، فكلهم مبدعين، كلهم اعتبرهم الاول. اي مهند، هذا لاعب والله، لاعب جافلن، حسيتها جافلن هنا صدفه، قعدت معي انا حقته هنا صدفه. طيب طلق هذه، جاب 3 تربل، اوكي رجع سرع الجيم شوي كذا، ينتظرهم يرجعون، رمى الجافلن برضه، شوف كم جاب؟ 4، يعني موت 7 بالجافلن، يا اخي مبدع والله مبدع. ومعنا في المركز الاول انا حطيته لانه كان بالحاله، اوكي اخوياها السبايك معك فيهم، وبسيشن ستروي ذبح، شوف كم ذبح، 1
اوكي اوبسيشن تروي وكم باقي 30 ثانيه 30 ثانيه وانتي ذبح ثاني يا اخي مبدع ذبح الثالث زوم سريع والرابع زوم سريع والخامس حرق ام امه وراح يركب البوم راح يركب البوم يا مبدع والله مبدع يا يعني عالم ممكن تدخل كلاني لا لا والله مبدع سنايبر والله مبدع سنايبر ومبروك مركز الاول انا حطيت الترتيب بس اللي لحد دقيق الترتيب حطيتهم على حسب الاشخاص يعني حسب التصوير ان فينا ثلاث لقطات انا ما صورتها انا هم اللي ارسلوها لي فاتمنى ما حد يدقق واجد واتمنى ان عجبكم التوب 10 ان شاء الله ان شاء الله نتعدى فوق ال 500 لايك باذن الله يعني ما تقصرون معي عشان انزل توب 10 اتحمس لانه والله جد اتعب اني اصور روح كل واحد لقطته ف لا تقصرون معي ولا تقصرون مع اللي سوى الانترو وبس اللي كان دي لايك مفضله اشتراك اذا ما كنت مشترك واتبعني بالتويتر فولو اكسترا 1 اسمه وبس هذا كان عندي كان معكم طراكيلر نراكم الالف خير مع السلامه.